لكل عشاق الرياضة، برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو مسك. سبور لا نعم، سبور على راديو مسك. كما أدربناكم بالموسيقى باش نعيشوكم عالم الرياضة من الاثنين للجمعة، من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم قيادة إسلام المدب، وين تلقاو تحاليل موضوعية، أكتواليتي، حوارات ونقاشات. راديو مسك، احنا الموسيقى واحنا السبور زادة. للربعة 18 سبتمبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس، كل يوم برنامجكم الجديد على راديو مسك. كيف كيف تنجموا تتابعونا على قناتنا في يوتيوب سونغون، ايضا على صفحة الفيسبوك سونغون، تابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل، وتحية لكل مستمعينا خارج تونس. كل يوم ساعة ونص من 11 حتى النصف ونص نحكيوا فيها على اخر المستجدات الرياضية في تونس وكذلك في الخارج. باش تحكيوا في عديد المواضيع اليوم، يحظى معنا كمال بن خليل. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا، مرحبا بك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين وبضيوفنا. عبد القبنطيني مرحبا. صباح الخير سلام، مرحبا بالحضور وتحية للسادة المستمعين. مختار دبوس اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين اذاعة مسك، وكمال بن خليل ما تهنى كما جاء. أي. عمل ضغط امبارح بكره. امبارح حاضر معنا والمعلوم تعرف عمل ضغط حتى ما جاش بالتليفون. خلينا نعديو حصه رايضه، مش كل مره ترمي لي كره. شنو معناتها؟ شنو معناتها متهنى كما جاي؟ مختار ليه قصدي معناها؟ ليه شنو معناتها متهنى كما جاي؟ عملت البوراوي باش يكون هنا عليه، انا نشحت باش نجي. يحب البوراوي بحذاه ديما، يحب ديما البوراوي. ونعرف تحب تجاوبني. جاوبني مختار، ما جاوبني شنو معناتها متهنى كما جاي. اول سؤال انا علي رضا البوراوي، جاوب على رضا البوراوي. قال البوراوي بالحق رشش منها الكلمه، فما كره بيناتهم مزوج. هو متهنى كان مجازي. لا لا يفدلك اكيد. ايوه لا ثم تفدليك مش مقبول. ايوه تو نعتذر معك في ولا منك في اول جلسه. ايضا يحضر معنا باليوم ايضا كوتش يامن الزلفاني. كوتش مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بالحضور ومرحبا بالمستمعي اذاعه مسك. شنو الامور؟ الحمد لله. وين مريح؟ تو مريح، تو مريح. فما شيء ما زلت؟ لا جات عروض لكن قاعد مركز اكثر حاجه على الدبلوم. ان شاء الله بيانتو باش نبدا في الدبلوم تاع البرو. دونك لي زوفر اللي جاوا ماهوش معناتها دي زوفر اكلي معناتها واحد يتحمس لهم في تونس ولا في الخارج؟ لا برا، برا ان شاء الله، برا ان شاء الله. دونك شويه طلع العائله من بعد ما سيفوا فيه. دونك فوالا، دونك باش نعدي شويه ايامات بحذا الوالد والوالده، وبعد نرجع للمكان اللي قامت فيه دبي. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله في بقيه مسيرتك التدريبيه. البارح كنا حكينا شويه على موضوع المباراه النهائي كاس افريقيا في كره اليد بين تونس ومصر. حبينا ناخذ وجهه نظر المعني بالامر، طارق محروس المدرب والمدير الفني للمنتخب المصري، موجود معنا من مصر بالتليفون. كوتش اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا سلام، ازي صحتك؟ واهلا بيك واهلا بكل الشعب التونسي المحترم الجميل. الله يخليك، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله رب العالمين، فضل وعدل. الحمد لله. كوتش، خلينا ندخل في صلب الموضوع. اول حاجه مبارك كلك التتويج مع المنتخب المصري، كان تقريبا واضح الفارق القوه بين زوج منتخبات، سيطرتوا على المنتخب التونسي في كامل المباراه. لكن ندخل في صلب الموضوع مباشره، انت الكلام نتاعك في الوقت المستقطع الاخير تقريبا اثار شويه جدل حتى عنا هنا في البلاتو. فما شكون يقول لك كلام عادي، فما شكون يقول لك كلام مش عادي. مثلا مختار دبوس يقول لا مش عادي، استاذ كمال بن خليل يقول في اعتقادي كلام عادي. خلينا ناخذ انت وجهه النظر نتاعك في الموضوع اللي تاول برشا من الجماهير التونسيه وقراته بشكل سيء جدا. قبل ما اخش في الموضوع، طب انا عايز اعرف رايك انت هي عادي ولا مش عادي؟ انا في رايي عادي، مثالش المفروض طيب. ما اعطيش رايي انا، لكن بصراحه طيب في وقت مستقطع بين ملاعبيتك عادي. معنا اسمعني يا اسلام، اسمعني نتكلم بقى بوضوح شويه. طبعا من حق اي مدير فني انه ياخد اي وقت مستقطع في اي وقت، تمام؟ احنا كنا في ظروف، لو كنت انت موجود في الصالة كنت هتحس بالاجواء والشحنة اللي ما بين اللعيبة والتوترات اللي حصلت قبل المباراة واثناء النشيد العلم واثناء الكلام ده كله، والتوترات اللي كانت ما بين اللعيبة اثناء المباراة دي ما يحسهاش الا الناس اللي موجودة في الملعب. انا طلبت تايم اوت ليه؟ كان فاضل دقيقة او دقيقة او حاجة. هل الدقيقة او اللي انا طلبتها والتايم اوت كان هيغير من النتيجة؟ لا طبعا، النتيجة كانت تخلص على ما هي،
ممكن تزيد جونين ممكن تقل جونين، لكن المباراة تقريبا احنا بنقول ايه كلينيكيا كده تقريبا انتهت. وبالتالي اللي انا التايم اوت اللي طلبته عشان احافظ على شكل المباراة وشكل النهائي. ما ينفعش المباراة النهائية بتبقى بين مصر وتونس ويحصل فيها في الاخر خناقة ما بين لعيبة او يحصل توتر في الملعب، ده هيبقى كل المنظومة هتبقى خسرانة، المنظومة التونسية والمنظومة المصرية والمنظومة الافريقية. فطلبت منهم طلبت تايم اوت نحافظ على السكور، وزي ما احنا كده وكان مفروض ان احنا الماتش يخلص كده، لكن ما خلصت كده، لكن اهم حاجة نحيي الجمهور ونحيي اللعيبة اللي قدامنا ونذكرهم ومتشكرين على قد كده، والسلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما كانش فيها قصدي. وبعدين هل انا كنت شايف المايك؟ لو انت شايف اللقطة انا شايف المايك. المفروض تعرف كوتش اللي فهمها مايك اعرف. بص استنى بس، انا اعرف امتى لو البطولة من اول ما بدأنا فيها مايك. اول مرة معناها في النهائي يكون فيها مايك. البطولة ما كانش فيها مايك، فانا مش هاجي ساعة النهائي اركز في اللاشيء اللي هو المايك والكلام ده، انا بركز في الملعب. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية والاهم من كده، معلش استم خد بس مني الحتة دي بدون زعل. انا النهاردة خلصت الماتش بتاعي الحمد لله، وقعدت مع كابتن محمد العافي ومدير المنتخبات القومية بالليل، وابتدينا نشتغل على اعداد المنتخب الوطني لكرة العالم الجاية. وانا وانت بتكلمني دلوقتي انا في الاتحاد المصري بنشوف هنعمل ايه مع اللجنة الفنية عشان الاعداد والسفريات والاحتكاكات. تمام. الماتش خلص يا اسلام، خلص بحلو وخلص بمر. المفروض نبتدي نشتغل. انا من مصلحتي كمصر، والكلام ده ارجو ان التوانسة يعنوه كثيرا، انا من مصلحتي كمصر ان فرق تونس ومنتخبات التوانسة تبقى قوية، هي والجزائر والمغرب. ليه؟ طول ما في منافسة قوية، طول ما في ارتفاع في المستوى، طول ما في ان على الـ على الـ على البنش واحد بس اكيد من صغير هيئة، انا لازم اخش في صراعات تنافسية تساعدني على المستوى. انا مش من مصلحتي ان منتخب تونس مع احترامي وارجو الناس ما تزعلش ان يبقى بالمستوى بهذا المستوى. مفروض تونس دي قامة وقيمة في كرة اليد، واحنا عارفينها وعارفين انجازاتها وعارفين فرقها. معنى كده ان انا ابقى زعلان على هذا المستوى؟ فالمفروض ان المسؤولين اللي عاملين ضجة واخدين كلام طارق من ناحية السلبية لا ياخدوه من ناحية الإيجابية. لأن الجيل بتاعنا بيقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. دلوقتي ده حصل لك مشكلة يعني شر، ما تيجي تقعد يا أخي وتجيب الناس بقى تاني يوم هنعمل إيه؟ هنطور في اللعبة إزاي؟ أنت شاغل نفسك بالجملة بتاع طارق، طب أنت ما شغلتش نفسك بمستوى فرقتك في الماتش. إحنا وصلنا لفرق 9، ده فرق في نهائي كبير جدا. صحيح. مش فرق تونس اللي توصل في نهائي بالشكل ده يا اسلام. احنا ليه مش عايزين نحط ايدينا على الموضع الحقيقي ان فرقتنا مستواها محتاج اعاده نظر؟ احنا ليه مركزين مع طارق؟ كوتش في بدايه كلامي كنت قلت لك معناتها انقسمت الاراء، فما شكون يحكي معناتها في وجهه نظر هذه يقول لك نحن كنا سيئين، فما شكون كيف يحكي عليك انت. فقط سؤال لهنا، انت قلت ما كنتش نعرف ان كان فما مالك. لو كان فقط نكمل السؤال وجاوبني على راحتك. معناها لو كنت تعرف انه كان فيه مايك معناها كان يتبدل الكلام تاعك؟ طبعا. بص يا اسلام، احنا في الالعاب الجماعيه في مبدا اسمه الاحتواء. اللي بيلعب رياضه عارفها، في على مستوى العالم على مستوى فرق كبيره لما تلاقي نجم بيطلع في حوارات يقول لك احنا في ماتش معين احنا اتفقنا ان احنا ما ندوسش على الفرقه دي، اتفقنا ان احنا ما نخشش في مشاكل، اتفقنا. وبتحصل على كل نجوم العالم بيطلعوا في حوارات ويقولوا كده، بس هم بيقولوها في غرف مقفوله، انما احنا في الماتشات بتاعتنا في زي ما تقول مايك. انا مش اهتم بالمايك، انا بهتم ان انا كنت اهتمامي كله كان واضح وكلامي كان واضح. انا مش عايز مشاكل، مش عايز يحصل خساره ما بين اللاعبين. طب نفرض دلوقتي لو حصل خساره ما بين لعيب وحصلت خناقه، ولعيب من هنا او اتنين من هنا اتعوروا او حصلت ازمه او اتوقفوا، هيبقى في مصلحه مين؟ ده بدل ما الناس تشكرني على ان انا بهدي لعيبتي رغم الظروف اللي اتحطوا فيها والشتيمه اللي اتشتمناها وما حدث من تجاوزات اثناء النشيد، ف
حق المواطن المصري وحق اللعيبه وحق رئيس البلد وحق الكلام ده، ومع ذلك طغتنا على الكلام ده ولعبنا المباراه. انا هقول لك، انا هقول لك حاجه بسيطه بس يا اسلام، حاجه بسيطه. اما حصل موضوع النشيد وحصل الكلام ده وما قدرناش نقول النشيد بتاعنا نتيجه الصفاره والتهاجمات و و و و الكلام ده، واما رحنا اتصورنا مدى الشتيمه اللي اتشتمناها لو متصور او متسجل انت بنفسك هتزعل، واي تونسي هيزعل، لان احنا في الاول وفي الاخر عرب، ما ينفعش يتقال علينا كده، والكلام ما ينفعش يتقال في 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 جهه اعلاميه. لكن هقول لك على حاجه، انا جبت لعيبتي وقلت لهم كلمه واحده، اللي حصل ده لازم يديكوا دفعه ان انتوا تثبتوا للناس دي ان انتوا فرقه محترمه، يشجعوكوا في المباراه زي ما اهنوكوا في بدايه المباراه، لازم يشجعوكوا على المستوى. دي الشغل اللي احنا مطلوب مننا كقاده، ان احنا نربي اولادنا على ان احنا نتحمل المسؤوليه، ان احنا ما نخشش في مشاكل. انا ليه اخش في مشكله مع تونس في اخر المباراه؟ ايه اللي يدخلني في المشكله؟ اخش في مشكله عشان ايه؟ ما انا كسبان، ايه اللي يعود عليا لو لعيب عندي اتعور؟ طب ما انا كسبان، وهكذا. فاللي عايز اقول حضرتك الموضوع ما كانش مطلوب، ما كانش المفترض ان هو ان في اساءه. على فكره انا رحت اشتغلت في السعوديه مرتين، المرتين مره كان معايا مدرب الحراس تونسي والدكتور تونسي، والمره كان معايا الدكتور التونسي. وعلى فكره الدكتور التونسي اللي كان معايا في اهل جده خلى والده، ركز في الجمله دي، خلى والده يجي لي من تونس العاصمه عشان يقول لي ان انت مش عايز حاجه يا كابتن طارق، ابني بيسلم عليك مش هذكر مين، وبيقول لك انت على فكره شخصيه في الاتحاد التونسي، شخصيه كبيره وشخصيه محترمه، وجالي الاوتيل وقال لي مش عايز حاجه. ما اعتقدش ان واحد بيتعامل من التوانسه بالاسلوب ده يبقى رد الجميل ان هو يسيل الناس اسمعني بس يا اسلام، الناس اللي بتصطاد في الميه العكره عشان تخلي الاجواء ما بيننا وما بيننا كشعوب تروح في سكه احنا ما نحبهاش، ارجو ان الناس العقلاء، ركز في الكلمه دي، ارجو الناس العقلاء ياخدوا كلمتي بناحيه ايجابيه، ويبصوا لمصلحه تونس وفرق تونس في كره اليد، ويقعدوا مع بعض على طاوله ويقدروا يمشوا ويخططوا لطريق مستقيم ترجع تونس كسابق عهدها. مش ياخدوا كلمه طارق على ان هي سلبيه، لا خدها يا عم على ان هي سلبيه وحولها انت الايجابيه. لكن طارق بيحب الشعب التونسي، بيحترم الفرق التونسية، بيحب يلعب معاهم، بكل أصدقائي من لاعبين ومدربين وعالمين تونسي علموا ذلك وعارفيني كويس، وعارفين مين هو طارق محروس. طارق محروس في الأول وفي الآخر بيتقي الله وما بيحبش فيه إنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك يا ابن آدم افعل ما شئت كما تدين وتنام. وأنا ما تمناش إن حد لا يسيء لبلدي ولا يسيء ليا ولا يهني في أي وقت من الأوقات أيا كان انا واقف على الخط او بره الخط. اكيد باه نستسمح كوتش، كما قلت لك اختلفت ردود الافعال حتى لهنا عندنا في بلاتو، فما شكون معاك وفما شكون ضدك. نستسمحك تسمع معناتها المحللين نتاعنا شنو باش ارائهم في الموضوع هذا، وبعد نعطيك تعلق. خلينا نبدا معاك مختار. والله انا سي مرحبا بك كوتش في اذاعه مسك، حبيت ساعينا بعد ما سمعت كلامك زدت تاكدت لي موقفي انا كان سليم امبارح في كوني رفضت العبارات اللي جات من عندك انت. علاش باش نقول لك علاش؟ انا كنت نتمنى اسلام بعد التليفون هذا يطلب لنا ممرن التراجي اللي هو مصري وعايش ما بيناتنا، اللي نحن الحقيقه نتاع ربي معناه نسمعك في عوض تبرر ولا تعتذر من الشعب التونسي، دخلت في كيفاش نقول لك حاجه داخليه تونسيه، المكتب الجامعي لازمنا نعاون روحنا، نحن هذه حاجه تخصنا نحن، حاجه اختصاصنا نحن. كره اليد صحيح عندنا فيها برشا مشاكل وعندنا فيها، نزيد نذكرك للعباد اللي يمكن تنسى، كان انتصار لك سبان في قاعتنا هنا، نذكرك بنهائي شهير بين تونس ومصر في قاعه كومبلي في القاهره، صار رميان دبابز والمقابله توقفت مرتين، وصار اللي ما صار، وهذه تبقى في اطار لعبه كره اليد. انا اش قلت البارح؟ قلت اذا كان الممرن هذا سمحني في الكلمه فما شويه احترام للشعب التونسي، حتى كان نستاهلوا باش ناخذ الفارق يكون 100، العب على روحك، يدخل في التاريخ. بالعكس انت راك من الممرنين اللي اعطيت سكور لتونس
وهذه طبعا لكن تصير بالوضعية هذه وزيد تقول لي ما ريتش الميكرو من الفوق وقت اللي أنت يمكن قاعد ترى في الوقت المستقطع متاع تونس فما ميكرو من الفوق معناه هنا الحقيقة متاع ربي ما قنعتنيش الإجابة متاعك. وأنا حسب رأي هذه الكل تعليت أنت مبروك عليك كاس إفريقيا لكن اللي نحب نقوله لك راي تونس ولادة وبش تجيب أحذانا ولا بش نجيو كالمصر وإن شاء الله المنتخب التونسي هذا اللي ريته في الـ في الـ في الـ في الكاتيجوري هذية راو بش يجيك ويربحك أنت وتنجم تكون أنت الممرن وإن شاء الله الممرن متاعنا يكون تونسي ويعاود نفس الديسكور في وقت مستقطع. باه الأستاذ كمال بن خليل موش موافق برشا تفضل أستاذ. طب تسمح لي أرد عليه؟ متحبش ترد في الآخر؟ لا 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 هرد بس عليه بس حاجة بسيطة. تفضل. هو المدرب المنتخب الأول الكابتن محمد الصغير حضرتك تعرفه جيدا صح؟ محمد أيوب الصغير أكيد. حلو. أنا كنت مدرب منتخب مصر الشباب في بطولة أفريقيا ومواليد 98 وربحت المباراة فرق 9 كانت في المغرب. حضرتك ترجع تقدر ترجع له وتقول له هل حصل إساءة من طارق محروس لمنتخب تونس في هذه المباراة ولا لا؟ هو يقدر يرد عليك. على فكرة المدرب اللي دايما متعود يسيل للناس ما بتفرقش معاه مباراة ولا الثانية. الحمد لله المباراة دي بقى كانت في المغرب وكانت كسبنا فرق 9 مواليد 98 وكان الكابتن محمد هو المدرب. اسأله بعد الماتش حصل ايه واسأله هو شخصيا جالي الاوتيل وقعدنا مع بعض وانا هنا وموجود في المهدية المرة فاتت وقعدنا نتكلم بحب واحترام وكل حاجة. مش عايزين نحول الموضوع لشخصنا ومصر وتونس. شعب التونسي شعب محترم وزي ما انا قلت قبل كده ما ينفعش ان احنا في الرياضه نتصيد الاخطاء او الكلام ونقول اصل ده كان قاصد وده مش قاصد. كل اللي انا عايز اقوله انا بحترم الشعب التونسي وبحبه جدا وبقدره وعلى راسي من فوق واتمنى الكلام بتاعي ما يتخذش على محمل تاني. استاذ كامل اهلا وسهلا كوتش. انا معناتها مانيش موافق بالكل زميلي مختار في اللي قاله وبكل صراحة معناتها وبنتها صراحة اعتبر انه الكلام اللي قاعد يتقال على تصريحات الكوتش هو شعبوية ما عندها حتى معنى. السيد لم يخطئ ما قالش حتى كلام. هذا داخل معناتها في أجواء المباراة ثم انه تفسيره منطقي جدا. معناتها الراجل قال لك مباراة مشحونة طلب منهم انهم معناتها نحن في تونس الأصوات اللي قاعدة تحب تعمل منها مشكلة كبشت في الكلمة ذيك ونسيت الجملة المفيدة. هو في الآخر بالكل وسمعناها الناس كل قالهم تحييوا الملاعبية وتحييوا الجمهور. يعني إنسان كان جات عنده نفس معناتها تنصرف الإرادة متاعه إلى الإساءة ما يقولش الجملة ذيك. دونك أعتقد أنه كلام فارغ. السيد ما عنده مقال ثم أنه وقت نعتبروه استفزاز راو الاستفزاز لو كان جاء هو توجه بالكلام. هو قاعد مع الملاعبية متاعه ما هوش مسؤول على الميكرو ولا حد شيء. كلام عادي جدا ويتقال ويقولوه للمدربين الكل ويقولوه في الرياضات الكل غير الميكرو المرضية خطفوا. دونك اللي قاعد نسمع فيه أنا باهت أنا عجبني البارح أعتقد ناصر البدوي في ديوان فام عجبني قال المفروض الجملة ذيك اللي قالها المدرب المصري تتقص ونحطوها ديما نسمعوها للملاعبين والمسؤولين التوانسة مش يفيقوا على الرواح مش يخدموا على الرواح مش مسيبين الأهم اللي هو تراجع المستوى متاعنا ومكبشين في راجل قال لهم حن ويشنو اي حن انا اي حن ايشنو الفه سامحوني شنو اللي سألي فه خاطر تعرف روحك ضعيف سيبت المهم اللي هو السيطرة المطلقة نتاع المنتخب المصري وكبشت في تفصيل فارغ ما عنده حتى معنى. المدرب قال لهم حن وي هو قال لهم حن وي ومن بعد يعني الحقيقة معناتها نحن في تونس مسيبين الرسمي وشادين في قشور ما عنده حتى معنى. انا نقول له مبروك عليك الفوز من حقك انك تقول ما هو لا سب لا قال تونس بها لا قال تونس عليه وقتها يكون عندنا موقف. اما كلمه حنوا عليهم داخله في الرياضه ومن حقي انا حتى في اطار البروفوكاسيون اخي ما تصيرش بروفوكاسيون في الكره فما كلها بروفوكاسيون صحيت من حق. انا نتذكر مباراه ديربي لو كلوب والاسبيرانس لاتاك الاخرانيه الاسبيرانس ومكرم المساوي هاو حي ومكرم المساوي هاو حي لاتاك الاخرانيه للاسبيرانس شعمل مكرم المساوي خرج يجري من الكاج خليهم تذكرها مقامة القيامة عليها
عادي جدا يعني نتلهاو برواحنا شوية ونحسنوا من أمور ونحسنوا من أمور. خلينا نسمع ماجدة. أهلا بك كابتن طارق. شوف أنا عشت في مصر سنتين، أنا ما كنت محلل في الارتي. نحترم برشا الشعب المصري. الشعب المصري وقت يبدأ يحكي على الشعب التونسي يشكره ويحبه ولا منشكوش فيه، لكن لما تبدأ منافسة رياضية تختلف الأمور وتولي حاجة أخرى. حاجة ثانية، فما ما بين قوسين، فما كره للرياضيين ولا في وقت تبدأ في ناحية المنافسة. معناها دي تكلمت عن النشيد الوطني، احنا لعبنا في مصر مع المنتخب وكان استفزاز على النشيد الوطني بتاعنا، معناها وما تكلمناش وما قلناش هذاك داخل في نطاق اللعبة. الكلام اللي تقوله انت استفزوكم، معناها هذا صار سابقا صار في مصر وانا كنت حتى كنت في المنتخب. هذه من ناحية. ثاني ناحية، جاء وقت الكرة اليد التونسية سيطرت على الكرة المصرية، ما تكلمناش كلام هذايا، ما عطيناكمش دروس في التعامل في الجامعة وكيفاش يلزمكم تتطوروا. هذاك شأن داخلي، انا نتفق مع الكابتن مختار. ولهذا نقول انت من حق باش تشحن ملاعبيتك، لكن نأكد اللي لو كان الميكرو انت كنت متفطن ربما اللونجاج نتاعك واللغة نتاعك ممكن تتغير. ما عندك حتى ذنب، هذا من دورك انت كمدرب باش تشحن ملاعبيتك باش تقول اللي تحب انت. لكن شفت انت تو في البطولة الإنجليزية المدربين يعرفوا اللي فما ميكرو ديما يعملوا علامة اليد على أفهمهم، لأنهم نفس الشيء يتكلموا نفس الكلام اللي قلته أنت، وهذا عادي راه داخل في لعبة كرة اليد وكرة القدم. أنت كنت تلعب لما جيت في الترجي في المستوى العالي ويصير معنا كلام كما هكا وأكثر نتصور. قلت أعطيته أنا شو خفت لزونت المدربين في إنجلترا، شفت ديما حتى جوارديولا يبدأ يده على فمه يعرف اللي هو باش يتكلم كلام معناها نتاع التحفيز والنوع اللي قلته أنت من حقك. لكن ديما نقول مدرب يزمه ديما يحافظ على سلوكه ويحافظ على الكلام اللي يخرجه، لأن احنا نحبوا نقربوا بعضنا، نحبوا فما نوع من هكا المنافسة نقول تاريخية وليت غير عادية. هذاك علاش انا تمنيت احنا نباركولكم على الانتصار، ومش اول مرة المنتخب المصري يربح المنتخب التونسي ولا التونسي يربح المنتخب المصري، لكن العداوة هذه التاريخية اللي موجودة على المستوى الرياضي لابد شكون يعطي الدرس منها، هم المدربين والمسؤولين، باش خاطر احنا ما نلوموش على المتفرجين معناتها فيهم معناتها الناس مخلطين، لكن المسؤولين مستويات مختلفة المسؤولين والمدربين يزموا يحافظوا على كلامهم ويزموا يعرفوا كيفاش يتصرفوا. خاطر هذيك الكلام اللي قلته انا ما نشطرش الاستاذ كمال، مس برشا من الملاعبية وبس مس من المسؤولين ومس حتى من الشعب التونسي، لكن احنا ما عندناش كراهية معكم ما ضدكم ابدا، لكن انا بحكم اللي انا عشت في مصر قلت لك الشعب المصري محترم برشا يحب التوانسة وقت نبداو بالسيفيل معناها، لكن كي تبدا مسألة داخل التيران تولي حاجه اخرى. نحن كيف زاد ما يختلفش. لا نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. نكمل معاك انت يا منى. انا مش نزيد ساعه اول حاجه نبركولو على التتويج، مش نزيد حتى شيء على اخوات شنو قالوا، جيست حاجه بركه معناتها حقه يتكلم وحقه يعمل كل شيء، مي ما حقوش باش يدخل في الشأن الداخلي التونسي. الباقي كله نتصوره ما عادي، انا مدرب وتصير ما تركيت البروفوكاسيون تصير عادي، فهمت؟ مي ما يدخلش في الشأن التونسي، ديك حاجه تخصنا نحن بركة، ما تخصوش هو، ما منتخب قوي منتخب ضعيف مش منتخب، يعني هذيك حاجة نتلاموا عليها نحن ككويزين انترن كجامعة تونسية لكرة اليد. سامحني مش فتره سيطرنا عليهم احنا. لا مش سيطرنا عليهم معروفين احنا فتره معروفه صحيح. اما ليه الحاجه الوحيده ما اللي انا نعيش لبرا ما
تحس في نفسك الـ 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 الكلام اللي يتقال هذا مش على تحس في نفسك على المستوى اللي مستوى وسط الكره اليد التونسيه. الفوارق اصبحت شاسعه اليوم بين تونس ومصر وهذه كلمه فتره فراغ جاتهم هم المنتخب مصر جات وسيطرنا عليهم سيطرنا عليهم في مصر وربحناهم برشا مرات. ايوا اليوم هو سيطر يسيطروا عليك فتره تصير يسيطروا عليك في الكره الرياضيه يسيطروا عليك ما تلوش على الشوارع ما تلوش على الدروس ما تلوش دروس ما تلوش دروس ما تلوش دروس في تاريخ المنافسات بين تونس ومصر سواء أندية ولا إيه؟ عمرك ريت ربحنا كاس افريقيا في مصر وجوهرات سلموا على بعضهم بعد اللعبة عمرنا ما ارتبط الزمالك التراجي تراجي الاهلي عمناه ولا هذا نقلي انا سلموا على الجمهور لا ما فماش سلام هذا كنت افريقيا شنو ما فماش نحكي على تاريخ المواجهات انا قاعد نتفرج ما فماش سلام معناتها انت تلوم فيه على اللي قالوا ليه باقي ما فهمتنيش باقي ما فهمتنيش انا نحكي على حاجه رينيها ما نسلموش جوارات ما يسلموش في وقت هزيمه انت على رواحنا ونصلحوا امورنا يا اخي حرب هي صلحوا على رواحنا انا اللي ريتو صلحوا على رواحنا نصلحوا رواحنا خلينا نعطي كلمة للكوتش نكمل معه تفضل سمعت ردود الأفعال في البلاتو فما شكون معك فما شكون مش موافق كوتش خلينا نختم معك آخر موقفك معنا أنا بشكرك على المداخلة دي وأنا دخلت المداخلة دي وأنا أتصل من حضراتكم للتوضيح أكيد وأنا وضحت الأمر وبقول لك بقول تاني وثالث ورابع طبعا من حق السادة الضيوف اللي معك ان هم يقولك ان احنا ما دخلش الشأن التونسي ده من حقكم وانا بعتذر اذا كنت قلت حاجة انا مش من حق ان انا اخش في المعترك التونسي وفي سياسة كرة اليد التونسية وده حقكم فانا اذا كنت انا ابن من ابناء لعبة كرة اليد على مستوى العالم بحب ان كل الفرق العربية تبقى مستوى كويس فانا بقول الكلام ده من واقع حب للشعوب العربية ولكل الدول ان هي تحافظ على مكتسباتنا في اللعبه احنا حياتنا هي كره اليد اكل عيشنا كره اليد نحب ان كره اليد تزدهر في كل الدول العربيه حقكم ان انتوا تقولوا محدش يخش بشاننا انا ما بخشش بشان حد وبكتفي بالشان الخاص بي كبلدي دي حاجه الحاجه الثانيه انا بذكر كل ضيوف حضرتك على الكلام كله اللي قالوه والحاجة الأخيرة اللي بأكدها لحضرتك كل حبي واحترامي للشعب التونسي الشعب المحترم اللي بكن له كل حب واحترام وبحبه جدا من قلبي ودايما زي ما أنا بتعامل مع مدربين ولاعيبة توانسة أنا بتعامل مع الشعب التونسي والناس آخرين كلهم ناس أفاضل وكلهم ناس محترمين والحمد لله فضل ربنا نتقابل بعد كده في مناسبات تانية وأكيد هنتقابل في مناسبات تانية وأكيد هيتم في المناسبات التانية القادمة كل الحب والود الشعب المصري والشعب التونسي شعب بيتكلموا لغة عربية ودينهم القرآن السماحة والرحم والمعاملة الحسنة ربنا يكرمنا ويجمعنا دايما كشعوب عربية على حب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أكيد شكرا لك كوتش على تدخلك معنا وعلى كل هذه الإضافات اللي مديتنا بها وعلى رحابة صدرك أكيد لاستماع كل الأراء نمشي للموسيقى وبعد نكملوا بقية الحصة متاعنا اليوم لكل عشاق الرياضة برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو مسك سبور لا امبوسيبل اي نعم سبور على راديو مسك كيما أتربناكم بالموزيكا باش نعيشوكم عالم الرياضة من الاثنين للجمعة من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم قيادة اس